فأر وحمامة. الفأر منزوع الأحشاء، بداخله لفافة ورقية ومغطى بمادة تنفر منه القطط، والحمامة ترتدي حزاماً جلدياً في مقدمته كاميرا صغيرة. الفأر هو وسيلة التواصل بين عملاء الاستخبارات الأمريكية في زمن الاتحاد السوفيتي، إذ كان العميل يضع ما توصل إليه من معلومات مهمة داخل جثة فأر ويلقيها في مكان محدد حتى يتسلمها ضابط الاستخبارات المسؤول. أما الحمامة المزودة بكاميرا فقد كانت طريقة الاستطلاع الأولى قبل التوصل إلى الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية. تحلق الحمامة فوق المنطقة المراد استطلاعها، ثم تعود بالبيانات المصورة إلى مكان انطلاقها. الآن بعد أن صار الفأر والحمامة من التاريخ يتجوران في صندوق زجاجي داخل متحف الاستخبارات المركزية الأمريكية، تفتخر بهما بجانب غيرهما من المعروضات مثل البندقية التي كان يحملها أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة يوم مقتله. ويزداد الإقبال على متحف الاستخبارات الأمريكية كل عام في ذكرى تأسيسها في 18 من سبتمبر أيلول عام 1947. تروي وكالة الاستخبارات الأمريكية عبر تلك المعروضات تاريخها الطويل في تأدية مهماتها التي يمكن تلخيصها في أعمال التجسس والتدخل في العالم. يساعدها على ذلك ميزانية ضخمة وصلت في عام 2013 إلى 68 مليار دولار، تقع في ضاحية لاندلي على بعد 15 كيلومتراً من واشنطن. تبلغ مساحة مقرها 125 ألف متر مربع، بتكاليف إنشاء عام قدرت ب 46 مليون دولار عام 1966. ويحيط بالمبنى سور يبلغ ارتفاعه 4 أمتار تعلوه أسلاك شائكة، وتحتفظ الوكالة ببعض الأبنية لاستعمالها تحت أسماء مستعارة. ورغم أن وكالة الاستخبارات المركزية المعروفة اختصاراً بالCIA من أبرز وكالات الاستخبارات في العالم وتقوم بمهمات متعددة، فإن التحديات الدولية المتزايدة والقوة المتنامية للولايات المتحدة الأمريكية جعلت من غير الكافي الاعتماد على وكالة واحدة للاستخبارات. لذا وبموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان في الرابع من ديسمبر كانون الأول 1981، ولد مجتمع الاستخبارات الأمريكي. يتكون مجتمع الاستخبارات من مجموعة من الوكالات والمؤسسات التنفيذية تتعاون معاً في أنشطة أمنية واستخباراتية، وتتبادل المعلومات فيما بينها لمواجهة التهديدات التي تضر بالأمن القومي الأمريكي. ويبلغ عدد هذه المؤسسات 18 وكالة، منها 9 وكالات ذات طبيعة عسكرية تتبع لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، مع وكالتين مستقلتين ترتبطان مباشرة بالرئيس الأمريكي، و7 أجهزة مدنية تابعة لبعض الجهات السيادية مثل وكالة الاستخبارات الجوية والمراقبة والاستطلاع، والتي قالت في آخر إحصاء عن عملها إنها استقبلت في عام 2013 20 تيرابايت من البيانات يومياً، عالجت منها 460 ألف ساعة فيديو، ونشرت 2,600,000 ألف صورة. ومن الوكالات الاستخباراتية المهمة وكالة الأمن القومي الأمريكي، وهي الوكالة الأكبر والأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية بين جميع وكالات الاستخبارات، وتختار وتوظف أفرادها من علماء الرياضيات. أما الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية فهي صاحبة الدور الأكبر في تحديد مكان اختباء الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مجمع أبوت أباد الباكستاني، والذي قتلته قوات خاصة أمريكية في 2 من مايو أيار 2011. ولهذه الوكالة أيضاً دور في تشغيل النظام المرجعي لنظام تحديد المواقع العالمي
GPS. يضم المجتمع الاستخباراتي نحو 1271 منظمة حكومية و 1931 شركة خاصة تنتشر في نحو 10,000 موقع داخل الولايات المتحدة وخارجها. ورغم غياب الإحصاء الدقيق لعدد الموظفين الإجمالي، فإن بعض التقارير تتحدث عن وجود نحو 854 ألف موظف يحملون تراخيص سرية لدعم نشاطات الوكالات المنضوية في عضوية هذا المجتمع الاستخباراتي. يقود هذا المجتمع مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وهو مكتب استخباراتي مستقل يرتبط بالرئيس الأمريكي مباشرة. أسس عام 2004 بموجب قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب، ومن يتولى هذا المنصب يصبح أهم مستشار لرئيس الولايات المتحدة ومجلس الأمن القومي الأمريكي في كل ما يتعلق بالاستخبارات المتصلة بالأمن القومي، ويشرف على توجيه البرنامج الوطني للاستخبارات ومتابعته، ولا سيما إعداد الميزانية وتوزيعها. بلغت ميزانية عام 2023 ما يقارب 89 مليارا و800 مليون دولار، موزعة على 65 مليارا و700 مليون دولار لبرنامج الاستخبارات غير العسكرية، و24 مليارا و100 مليون دولار لبرنامج الاستخبارات العسكرية. تلك الميزانية المهولة، والتي تعادل ميزانية عدة دول نامية مجتمعة، ترجع إلى الدور الحيوي والحاسم الذي تضطلع به الاستخبارات الأمريكية في الداخل والخارج من أجل تحقيق رؤية المستوى السياسي لكيفية حفظ الأمن القومي الأمريكي. كان للاستخبارات الأمريكية بصمات واضحة في عدد من الأحداث التي عصفت بدول العالم، وبعض تلك الأحداث أعاد رسم العالم ليصبح عالما ذا قطب واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية. أول تدخل مباشر للاستخبارات المركزية في مصائر الشعوب كان انقلاب إيران عام 1953. أنشأت المخابرات الأمريكية شبكة من العلاقات في إيران مكونة من أكثر من 100 عميل، خصصت لها ميزانية سنوية تتجاوز المليون دولار. ثم طلبت الإدارة الأمريكية من المخابرات أن توظف هذه الشبكة من أجل تدبير انقلاب على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق لتأميمه صناعة النفط الوطنية. فولدت العملية أيجاكس، بدأت بدخول رجل المخابرات كيرميت روزفلت جونيور، وهو حفيد الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت، إيران سراً تحت اسم مستعار هو وات بريدج. وعندما وصل إلى طهران، كانت أول مهمة قام بها هي مقابلة الشاه لمناقشة تفاصيل العملية أيجاكس. استخدمت CIA أسلوب الرشوة لشراء ولاءات معلقي الأخبار والصحفيين ورجال الدين الملالي والسياسيين وقادة الجيش، وقدمت لهم عشرات الآلاف من الدولارات شهرياً. تقول التقديرات إن إجمالي ما أنفق من أجل إسقاط مصدق وصل إلى 19 مليون دولار. كانت العملية أيجاكس مقسمة إلى خطوط متوازية، منها إدارة حملة إعلامية منظمة وبروباغندا متواصلة ضد مصدق في المساجد والصحافة والشوارع لتحجيم شعبيته، ثم إطلاق العصابات في الشوارع لإثارة الشغب والاضطرابات، والأهم تقديم بديل لمصدق وهو الجنرال زاهدي الذي سيعينه الشاه رئيساً للوزراء لتنتهي الاحتجاجات المشتعلة بخروج مصدق وسيطرة الشاه محمد رضا بهلوي أمريكي الهوى على مقاليد السلطة. كما تدخلت المخابرات الأمريكية للإطاحة برئيس غواتيمالا خاكو
بوبو أربينز حين قام بإصلاحات زراعية تتعارض ومصالح الشركات الأمريكية مثل شركة يونايتد فروت. فنظمت CIA عملية عسكرية تعرف باسم عملية PB Success، سلحت فيها وكالة المخابرات المركزية ومولت ودربت قوة من 480 رجلاً بقيادة كارلوس كاستيو أرماس. مهدت له الولايات المتحدة الطريق بانتقاد غواتيمالا وعزلها دولياً، وشنت حرباً نفسية على المواطنين وعلى الحكومة عبر محطة إذاعية تبث دعاية مضادة للحكومة. غزت قوة كاستيو أرماس غواتيمالا في 18 من يونيو حزيران 1954 مدعومة بالحملة التمهيدية للحرب النفسية. فقد كانت الإذاعة تحكي أحداثاً عسكرية تزعم فيها انتصار قوة كاستيو، ورغم أن الغزو كان ضعيفاً عسكرياً وهزم الإنقلابيون في معظم هجماتهم، فإن الحرب النفسية وخوف الجنود والشعب من غزو أمريكي جعلا الجيش الغواتيمالي يرفض القتال في نهاية المطاف، كما لم يفلح أربينز في تسليح المدنيين المذعورين، ما اضطره إلى الاستقالة في 27 من يونيو ليصبح كاستيو أرماس رئيساً كما أرادت الاستخبارات المركزية ومن ورائها الإدارة الأمريكية. وقفت الاستخبارات الأمريكية وراء انقلاب تشيلي عام 1973 الذي أطاح بالرئيس الاشتراكي سالفادور أيندي لمصلحة الجنرال أوغوستو بينوشيه الذي حكم البلاد بالحديد والنار في فترة حكم دموية استمرت عقوداً. وفي خضم الحرب الباردة نفذت الولايات المتحدة عملية الإعصار Operation Cyclone لدعم المجاهدين الأفغان الذين كانوا يقاتلون الاحتلال السوفيتي، فقدمت الدعم المالي والتدريب والأسلحة للمجاهدين، وكان لهذه العملية تأثير كبير في طرد القوات السوفيتية من أفغانستان، لكنها ساهمت أيضاً في بروز تنظيمات مثل طالبان والقاعدة. تدخلات الاستخبارات الأمريكية لم تكن فقط نحو الخارج، بل امتدت إلى داخل الولايات المتحدة وضد المواطن الأمريكي نفسه، مثل مشروع MK Ultra الذي استمر 10 سنوات بداية من عام 1950. كان برنامجاً سرياً لدراسة تأثير العقاقير في التحكم في العقل والسلوك. استخدمت CIA تقنيات مثل التعذيب النفسي والعقاقير دون موافقة الأفراد المعنيين. وكشفت التحقيقات أيضاً أن عدداً من وكالات المجتمع الاستخباراتي راقبت بالمخالفة للقانون ناشطين سياسيين مثل مارتن لوثر كينج جونيور وأعضاء من حركة الحقوق المدنية. وفي عام 2013 فجر إدوارد سنودن الموظف السابق في وكالة الأمن القومي NSA فضيحة مدوية عن برامج تجسس جماعية تقوم بها الحكومة الأمريكية على المواطنين، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية والاتصالات الإلكترونية. تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تدعيم أركان أجهزتها الاستخباراتية بكل الأدوات الممكنة، فهي تنظر لهذه الوكالات بوصفها العمود الفقري للإمبراطورية الأمريكية وجيش الظل صاحب الدور الحاسم في تحديد الأخطار التي تواجه البلاد سواء كانت خارجية أو داخلية. الاستخبارات الأمريكية لها أيضاً نصيب الأسد في اتخاذ القرارات وتحديد الاستراتيجية المناسبة للتعامل مع كل تهديد، وتعد البوصلة بالنسبة إلى صانع القرار الأمريكي على المستويين السياسي والعسكري، الداخلي والعالمي.